السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هتكلم معاكم النهاردة في موضوع اسمه Seismic Interpretation أو تفسير المواد السيزمية. في البداية هعرفكم بنفسي، أنا اسمي بهاء حمدي، خريج قسم الجيوفيزيكس دفعة 2008 جامعة القاهرة. اتخرجت بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، واشتغلت Seismic Data Processor في ويسترن جيكو هي شلمبرجي، وبعدين قدمت استقالتي واشتغلت معيد في كلية العلوم لمدة سنة، وبعدين قدمت استقالتي واشتغلت في شل من 2010 لحد 2020. في أول 9 سنين اشتغلت as a exploration geoscientist أو seismic interpreter بصفة عامة في different basins. اشتغلت في الأوفشور نايل دلتا، واشتغلت في الويسترن ديزرت، واشتغلت في أبر إيجيبت. السنة اللي فاتت انتقلت لتيم اسمه البورتفوليو، ده تيم مسؤول على مقارنة البروسبكتس اللي موجودة، معرفة أنهي بير ممكن يتحفر قبل التاني، كوست ايفالويشن، الكوميرشاليتي. دايما بنتعامل مع ناس كتيرة، ايكونومست، ريزرفوار انجينير، بيزنس بلانر، وكمان الفاينانس. في خلال شغلي الحمد لله خدت ماجستير من جامعة رويال هولوي في انجلترا في قسم البتروليوم جيوساينس. ومش بس كده، انا الحمد لله ليا نشاطات خيريه واجتماعيه وخدمات عامه في البلد اللي هي بني عبيد، طبعا ناس كتير عارفاها وممكن يزعلوا عشان بني عبيد. والحمد لله كان ليا الشرف ان انا اشتركت في ثوره 25 يناير، وطبعا الصوره اللي تحت دي لو بصينا عليها هنلاقي مكتوب عليها ارحل نفسي الزمالك ياخد الدوري، وغالبا من يومها تقريبا الزمالك ما اخدتش الدوري. الحمد لله من اول الناس اللي اشتغلت في الانيشيتيفز الخاصة بالنشاط الطلابي والتطوع في إلقاء محاضرات في الجامعات، وغالبا حضرت في أكتر من 100 محاضرة في أكتر من 20 جامعة. كلنا طبعا لو معظمنا يسمع عن حاجة اسمها مبادرة جي تي اي أو مبادرة تدريب طلاب علوم الأرض، أنا ومجموعة من الزملاء اللي أسسنا المبادرة دي، والحمد لله المبادرة دي حاليا في النسخة الثامنة. مش بس كده، لو كنا برضو سمعنا عن الأمل تروبس، أنا برضو من المؤسسين للمبادرة دي. الأجندة بتاعت النهاردة هنتكلم as a general introduction كده على seismic interpretation، وهنبص على some sort of petroleum element معينة. هنتكلم بالتفصيل على ايه هي ال elements of display، هنتكلم على يعني ايه فالق، يعني ايه طبقة، يعني ايه marker، ازاي نطلع map، وازاي نعمل depth conversion، وفي الآخر هنتكلم على 2-3 lines as a sort of exercise. انا هبدأ معاكم كده بفيديو بسيط حوالي 3 دقايق، هو هيشتغل وانا هكون بس مجرد ان انا بعلق على الفيديو هو شغال، لان الصوت مش راضي يطلع بس في الفيديو. الفيديو ده هيتكلم على البحث والتنقيب عن البترول. طبعا كلنا عارفين ان قصة تكوين الهيدروكربون ابتدت من ملايين السنين في البحار الدافئة والمستنقعات. طبعا كلنا عارفين ان المية في البحار والمحيطات مليانة بالحياة زي ما احنا شايفين قدامنا كده، في اسماك، في كورال، شعاب مرجانية او كورال ريفز، لكن في حاجات تانية ما نقدرش نشوفها زي الهوائم والعوالق او البلانكتونز، الطحالب، وكمان البكتيريا. الكائنات الحية دي تفضل تعيش مع بعضها وبتموت في وقت واحد او في وقت معين، بعدين بيبدأوا يترسبوا زي ما احنا شايفين كده، بينزلوا في قاع البحر وبيكونوا لنا حاجة اللي هي partially decomposed organic matter أو حاجة اسمها مادة عضوية شبه متحللة. ومع مرور ملايين السنين بتبدأ طبقات السيديمنتس أو الطبقات الرسوبية تبدأ تترسب عليها، وعند درجة حرارة معينة وضغط معين الأورجانيك ماتر دي بتتحول لكيروجين، والكيروجين ده بيطلع لنا ايه؟ أويل وجاز على حسب التايب بتاع السورس روك ده. الحركة بقى بتاعت الأرض التكتونية دي بتأثر على التكوينات بتاعت الصخور وبتكون لنا جيولوجيكال ستراكشرز مختلفة، وزي ما احنا شايفين هنا قدامنا في شكل الدوم أو شكل الأنتيكلاين زي ما احنا شايفين كده. ولو احنا بصينا في الحاجات دي بتكون تحت السب سيرفيس، هي دي دايما بتكون الهيدروكربون تراب أو مصيدة الهيدروكربون. يعني الأويل بيبدأ يتحرك من فين؟ من السورس روك. ولو احنا شايفين دلوقتي في الشاشة الأويل بيبدأ migrate upward جوه السورس روك، ويبدأ يطلع according to migration pathway ولغاية لما يوصل للريزرفوار.
بيفضل طالع ابورد لغايه لما بيقابل طبقه غير مسميه او اللي هي امبيرميبل لاير، والطبقه دي بتبدا تحجز لنا الهيدروكربون، وده بيكون اسمه التراب. جوه التراب دي لو موجود بورس روك اللي هو شخص الصخره الريزرفوار، وهي دي الطبقه اللي بيكون موجود فيها دايما الاويل والجاس. معظم الريزرفوار دي طبعا موجوده فين؟ موجوده في السيديمنتري بيزنز. لو بصينا في الخريطه هنلاقي ان احنا عندنا اللون الابيض ده بيمثل لنا السيديمنتري بيزنز اللي موجوده في العالم، وبنلاقي بنسبه بسيطه جدا من الحاجات دي بنلاقي فيها الاويل والجاس. المكاشف السطحيه دي طبعا بتمثل نقطه مهمه للراجل الجيولوجي، وزي ما احنا شايفين بيمسك العينه بيبدا يبص على العينه الجرين سايز بتاعها، يعرف منها شويه حاجات مهمه في الجيولوجيا. بنعمل كمان حاجات زي ايرومagnetic سيرفي بتتعمل على شكل واسع، ومن خلال الماجنتيك فاريشنز او الماجنتيك سسبتابيلتيز بنبدا نحدد السيديمنتري بيزنز زي ما احنا شايفين كده، بيحدد لنا السيديمنتري بيزنز دي. لو المنطقه طلعت مهمه او طلعت حاجه كويسه او مبشره بنبدا نعمل بلاننج ل 2D سايزميك سيرفي. في السطح بيكون في سورس زي ما احنا شايفين، في ترك كده موجوده، الترك دي بتبدا تعمل باونس للانرجي، الانرجي دي بتنزل في السب سيرفيس ويحصل لها ريفليكشن وريفراكشن او انعكاس وانكسار لغايه لما توصل وتتسجل فين؟ في الريسيفر ده. زي ما احنا شايفين الكرو بقى بينزل للفيلد بيبدا يحط الجيفونز ويبدا يحددها ويحط الاماكن بتاعتها، ودي طبعا بتكون في سيرفي ديزاين معين بناء عليه الناس دي بتنزل تحط الجيفونات دي. الجيفونز دي طبعا بتستجيب لاقل حاجه او اقل حركه في من الموجات الصوتيه يعني. في بعض الاماكن زي المناطق الاستوائيه او الاراضي الزراعيه بيبقى في مشكله للاكسس للتولز، يعني بيبقى الفايبرو سايز او التول سورس ما بينفعش يدخل، فبنضطر نبص على بدائل تانية للفايبرو سايز منها الدايناميت دي. لكن كل حاجة بتبقى في الآخر متوصلة بريكوردنج تراك، راجل اوبريتور بيبقى قاعد في اليونت ويبدأ يتواصل مع الناس، ويبدأ الانرجي مثلا تتضرب وتتسجل على التيبس دي. دي صورة والدايناميت بيتفجر، يبدا الانرجي تنزل وتحصل لها ريفليكشن تتحول لالكتريكال بلس زي ما احنا شايفين قدامنا كده. في نوع تاني من السورس وهو اسمه الويت دروب، وهو نوع زي ما احنا شايفين هي ميتال كبيره كده وبتنزل تخبط في الارض بتطلع لنا انرجي معينه، وزي ما احنا شايفين بيكون في باترن للسورس اوف انرجي ده ماشيين مع بعض. اللي قدامنا دي هي الفايبرو سايز، بدل ما بنخبط بالويت ده، دي البليد دي بتنزل بسميها البيزل بليد، بتنزل على السيرفس بتاع الارض، ولو ركزنا في الرمل هنا تحت هنلاقي الرمل بيبدا يتحرك نتيجه الويفز اللي نازله، ودي بتبقى ممكن نستخدم حاجه اسمها اب سويب او داون سويب فريكوانسيز. الكلام ده في الاون شور، لكن في الاوف شور لو بصينا هنا هنلاقي الفيسل ماشيه، هنلاقي الفيسل دي ماشيه جره وراها الستريمر لاين، الستريمر لاين ده اللي بيكون فيه الهيدروفونز تمام، والسورس اوف انرجي بيكون هنا حاجه اسمها اير جن بتبقى سبمرزد في الميه 2 3 متر على حسب السيرفي ديزاين، ودي دايما بتحتوي على كومبريسد اير. الكومبريسد اير ده لما بينفجر هو اللي بيطلع الانرجي بتاعته. الكمبيوتر طبعا بتساعد الناس الجيولوجيين على تسهيل الموضوع يعني، لكن في النهايه المهاره بتاعت الراجل الجيولوجي والذكاء بتاعه والموديل اللي هو بيعمله هو الاساس في كل حاجه. وعلى الرغم من كل ده في طريقه واحده بس نقدر نعرف اذا كان في ريزرفوار، اذا كان في هيدروكربون، اذا كان في اكيوميليشن، والا وهي ايه؟ الحفر. ان احنا بنحفر الريزرفوار ده او بنحفر البروسبكت ده. ده كان ملخص بسيط كده عن الميثودولوجي اوف السيرش ان الاوريجن اوف هيدروكربون، وده بيدخلنا على ايه اللي احنا بنعمله في السايزميك انتربتيشن عشان يبدا يوصلنا للخطوه اللي هي بتاعت حفر البروسبكت ده. زي ما احنا عارفين ان من السايزميك نفسه التفسير البيانات السايزميه احنا بنفسر جيولوجيكال فيتشر قدامنا ظاهره في السايزميك ديتا نفسها عن طريق ان احنا بنقارن فيتشرز او اشياء قدامنا في السايزميك لاين احنا عارفين انها ليها اسم جيولوجي معين، وبنحاول من خلال الموضوع ده ان احنا نبدا نربط الجيولوجيا بالهيستوري بتاع تكوين المنطقه. طبعا زي ما احنا شايفين ده كولر بلاك اند وايت ديسبلاي،
ممكن نحوله ل variable density display. وزي ما احنا شايفين هنا، في هنا two loops او two markers او two horizons. ال two horizons دول على حسب ال impedance بتاعتها او على حسب ال polarity بتاعتها بنبقى عارفين ال color ده. واهم حاجة نعرفها في ال seismic data ال polarity بتاعت ال seismic line، سواء هي SEG polarity او reverse polarity. بنبص على ال markers ده، بنبص على ال characters اللي موجودة في الشكل ال seismic line، بنبص على ال observations في السكشن ده. فلو انا بصيت هلاقي هنا في ماركر معين ماشي، وفجأة حصل فيه abrupt cut هنا، وفي نفس الناحية التانية بنلاقي ان في bend في ال seismic line. ببص تحت في الفيتشر، ببص as a package. لما باجي مع الانتربتيشن ما ببصش على loop loop او ببص على line line، انا ببص على package. فانا شايف ان انا في عندي strong marker هنا او strong horizon او strong loop. في نفس الفكرة برضو بنلاقي هنا strong marker او strong loop. في ال relative impedance او في ال relative acoustic impedance الماركر ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الانترفيس اللي بين طبقتين. يعني انا عندي بين طبقتين بيكون فيه الماركر ده. في حاجه اسمها الانفرجن، الماركر ده بيمثل لي التوب بتاع الطبقه. فلو بصينا بمنتهى البساطه انا شايف ان في ابربت تشينج وفي ديسكونتينيوتي هنا في السكشن، وشايف ان انا في فالق بالظبط كده، في فولت هنا وفي فولت هنا، دي بنسميها فولت ستيك. وبعدين بنبدا نعمل ماركر للمابنج للماركر نفسها، وده بنسميه الهورايزونز. وبالتالي ببدا اعرف قدام، انا شايف ان انا عندي اكستنشنال ريجيم، بشايف ان انا عندي جرابن ستراكشر، شايف ان انا عندي في فيري سترونج ماركر، وشايف عندي فيري سترونج فيري سترونج انتربريتيشن. في النهايه بعد ما بعمل سايزميك اكوزيشن بروسيسنج بيطلع لي الفاينل كيوب او الفاينل ستاك عندي. وزي ما احنا شايفين قدامنا بيكون ظاهر قدامنا 2 دي سايزميك لاين. انا عامل فيديو مخصوص 10 دقائق بشرح فيه السكشن ده ان مور ديتيل، هخلي الشباب يحطوه لكم، يحطوا اللينك بتاع الفيديو بتاعه في الكومنتس، عشان بس ما نتكلمش كتير في حاجه احنا شرحناها قبل كده. بمنتهى البساطه ملخص الحاجات، في البدايه احنا بنعمل اكوزيشن سواء في الاون شور ريالم زي ما احنا شايفين او في الاوف شور، بنبقى عارفين ايه السورس بتاعنا، بنشوف بيبقى عارفين ايه السيرفي ديزاين بتاعنا، بنبقى عارفين ايه هي الاوبجكتيفز بتاعتنا. هل احنا الاوبجكتيفز بتبقى نازله ديبر ولا شالو، وعلشان كده بناء عليها بنعمل كرييشن للديزاين بتاعنا. احنا بنبدا السكشن بتاعنا او بنبدا السيرفي بتاعنا بسيجنال واحده او السورس سيجنال دي او الويفلت المعينه دي، وفي الاخر بنوصل للستاك سيكشن ده. وبنمر في النص، بخطوه اسمها سايزميك داتا بروسيسور، سايزميك داتا بروسيسنج، ان احنا بنستخدم الاوت بوت ده وبنبدا نعمل عليه معالجات. اللي احنا شايفينه قدامنا ده احنا شايفين، طيب ممكن اسكت لان انا بشتغل، عذرا بقى شباب على القطع في اثناء الشرح. هنتكلم دلوقتي على ايه هي الاوكورنسز اوف بتروليوم ان سب سيرفيس. حاجه مهمه جدا دايما الجيولوجيكال اوبجكتيفز ان احنا تو بي سمارت. يعني ايه سمارت؟ ان احنا ندور على سورس روك والسيل، ندور على يكون في ماتوريشن ومايجريشن للسورس روك ده، والمايجريشن ده يحصل له اكيوميليشن، لان احنا مثلا لو السورس روك جنريت هيدروكربون والجنريت ده فضل يخرج وماشي في المايجريشن باث واي وما لقاش حاجه، ما لقاش تراب او كاب تحفظه، بيفضل يطلع لنا على السيرفس زي ما احنا شايفين، زي ما احنا نسمع عن جبل الزيت. وبالتالي بندور على ريزرفوار، الريزرفوار ده اللي هو الصخر الخزان اللي نتخزن فيه الهيدروكربون، ويكون فيه تراب او مصيده عن طريق وجود توب سيل ولاترال سيل فوق الريزرفوار ده، اللي هو يمنع لي الهيدروكربون ده ان هو يمايجريت ابورد ويطلع على السيرفس. التراب دي بتكون نوع من اتنين، يا اما ستراكشرال تراب زي ما احنا شايفين هنا في انتي كلاين تراب، او ستراتيجرافيك تراب نتيجه ان في انكونفورمتي في المنطقه. فبالتالي احنا الاليمنتس بتاعتنا او بتروليوم سيستم هي سمارت. الفوالق من الاشياء المهمه جدا سواء في المايجريشن، بتكون مايجريشن باث واي او بتكون ترابنج اليمنتس للاستراكشر بتاعنا. فاحنا لو عندنا دي زي ما احنا شايفين في السكشن هنا، دي سورت اوف هورست وجرابنز موجوده، هورست وجرابنز، نتيجه ان احنا عندنا اكستنشنال تكتونيك ريجيم. شايفين الفالق ده ممكن يكون لو انا عندي ريزرفوار هنا
وعندي هيدروكربون، ممكن السورس، ممكن الفالق ده يكون لنا سيلينج ميكانيزم ويحفظ لي الهيدروكربون ان هو مايجريت ابورد. وده ممكن بيتمثلنا زي لو احنا شايفين هنا على الفالق نفسه، على الفولت بلين، شايفين ان احنا لو عندنا طبقه دكتايل زي ما احنا شايفين في الصوره، الطبقه دي بيحصل لها سميرنج على الفالق نفسه، ويحصل لها حاجه، يحصل مثلا شيل جاوج، او يحصل لها بريشيا، فولت بريشيا، تبدا تكون لي عدم مسميه داخل الفالق، وبنسميه فولت سيلينج. انواع كتير من الاستراكشرز، ريفرس فولت زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، نورمال فولت، جرابنز، وزي ما احنا شايفين هنا انتي كلاين. بس شايفين السكيل هنا عامل ازاي؟ حاجه زي دي عمرها ما بتبان في السايزميك سكيل، لان دي فيري فيري هاي ريزوليوشن استراتيجرافي، ودايما بتكون بيلو السايزميك ريزوليوشن. بنبص على حاجات معينه في السايزميك لاين اول ما بنبدا نبص عليه. بنبدا زي ما احنا اتفقنا، بنبص على الباكجينج، بتبص على الكالرز بتاع الامبليتيودز، بنبص على التقسيمه بتاعه الباكجات نفسها، وبص برضه بنبص على استراتيجرافيك فيتشرز. لو احنا بصينا اوتوماتيك كده في السكشن ده، اول ما هنعمل اوبزرفيشن هنلاقي ان انا عندي فيه ماركر فيري كونتينيوس او اولموست هوريزونتال، وعندي ماركر ديبنج، وفي هنا باكج هنا از بنشنج اوت على البلين ده. ده غالبا بيكون انجولار ان كونفورمتي، وده وان اوف سورت اوف استراتيجرافيك ترابس اللي احنا بندور عليها. مش بس كده ببص على الاستراتيجرافيك ترابس، لا ده انا ببص على الديفينيشن بتاع الامبليتيودز اللي في السكشن نفسه. فانا اول ما ببص هنا، ببص الله ده سايزميك لاين جميل، وفي هنا ماركر حلو قوي وكده، لا احنا بنبدا نبص ان مور ديتيلز. شايفين في هنا باكج معينه الطبقات فيها فيري كونتينيوس، شايفين هنا فيري سترونج توب اند بيز ماركر، ودي غالبا بتكون مميزه للسولت، تمام. شايفين ان انا عندي هنا اريا اوف نو ريفليكشنز، دي غالبا بتكون بيزمنت او بيزمنت هاي، عشان كده ما فيش اي ريفليكشنز فيها. ببص هنا شايف انا عندي حاجه ترانسبيرنت هنا زي ما اتفقنا ان ده سولت، وجوه السولت ده في كايوتيك فيتشر او في ريفليكتيف باكج، ده غالبا بيكون الانترا سولت ساندز. لو كنا نسمع عن الميسينيان كرايسس اللي حصلت في الميديترينيان، ان الريد سي كان، ان سوري، ان البحر المتوسط كان مقفول، فكان وبيحصل فيه مفيش اي ووتر بتخرج وتطلع منه، فكان في ريجونال كرايسس، بدأ كل السولت اللي في المايه دي يبدأ يترسب، كوننا طبقه اسمها الميسينيان سولت في الميديترينيان سي. وفي نفس الوقت اللي كان السولت ده بترسب فيه، ظهر عندنا حاجه اسمها ابو ماضي كانيون، كان شالو مارين فلوفيال وفلوفيال سورس اوف سيدمنتس، بدأ ياكل في السولت ده وبدأ يكون لي جواه التشانل حاجه زي كده. ببص على الهاي امبليتيودز، هل دي ممكن تكون دي اتش اي او دايركت هيدروكربون انديكيتور، هل ممكن يكون عندي فيه فلات سبوت، هل يمكن يكون عندي اي كيوتيك فيتشرز في السكشن بتاعي. فانا ببص اون استراتيجرافيك، اون استراتيجرافيك ليفل، وبنركز على الامبليتيودز كاركتر، وبنركز على الريجنال سكيل اليمنتس. هنخش على المور ديتيل بقى على السايزميك انتربريتيشن. احنا دايما بنسمع ترمينولوجيز ان لاين، كروس لاين، تايم سلايس، كوهيرنت. طبعا الان لاين ده والكروس لاين بيكونوا فيرتيكال سيكشنز، التايم سلايس بتكون هوريزونتال سيكشن. الان لاين دايما بيكون اللي هو دايما في الاتجاه السايزميك شوتينج، ده مثلا اللي هو بيكون فيه السورس لاينز، فعشان كده بيبقى بيظهر فيه الاستراكشرز واضحه، وبيكون عمودي على الديب دايركشن بتاع الجيولوجيكال فيتشرز، وعشان كده بنبدا نشوف فيه الفوالق بصوره كويسه، بنشوف فيه الانسيشنز، بنشوف فيه مور جيولوجيكال ديتيلز. الكروس لاين بيكون خط عمودي على الان لاين ده، ودايما بنعمل بنستخدمه في اللوبينج او الانترسكشن، ونتاكد ان الانتربريتيشن بتاعنا ماشي. فانا لو بعمل ماركر مابنج للسي بيد، لازم الانترسكشن بوينتس دي يكون قيمه الماركر دي في نفس النقطه دي ثابته، وده اللي بيكون التاكيد ان احنا السايزميك انتربريتيشن بتاعنا مظبوط وبنعمل لوبينج كويس. التايم سلايس بيكون بالظبط اكننا عندنا زي قطعه مكرونه بالبشاميل، وقسمتها من النص كده وشلت القطعه اللي فوق، بتبص من فوق فانت شايف ايه طبقه اللحمه كويسه، ف
فانت بتشوف الاكستنشن او الامتداد بتاع اللحمه دي على على المكرونه، هل هي مليانه، هل هي كويسه، هل فيها قطعه، هل في حته مش موجوده. هي نفس الفكره. انت شايف هنا انا لو بصيت على الماركر ده وتابعته هلاقي ان الماركر ده is very continuous وموجود في الاريا بتاعتي originally. الحته دي الاريا اوف ترانسبارنت امبليتيودز بتكون واضحه، وشايف شايفها هنا على السايزميك على التايم سلايس. لو انا في عندي sort of structural elements مثلا ممكن يكون عندي fault بيبان برضو على التايم سلايس، لكن بيبان احسن على الكوهيرنس كيوب او الكوهيرنس سلايس، وهنشوفها في السكاشن الجاي. الديسبلاي بتاع السايزميك لاين بيكون متنوع، ممكن يكون بلاك اند وايت، ممكن يكون ويجل ديسبلاي، ممكن يكون فاريبل دينستي زي ما احنا شايفين هنا، ودي بتعتمد على حاجات كتيره. اول حاجه ايه هو اللي انت هتعمل له انتربتيشن؟ انت هتعمل ستراكشرال انتربتيشن، فهستخدم مثلا البلاك اند وايت والبلو والريد ديسبلاي. هل انا بعمل استراتيجرافيك انتربتيشن ومستخدم كيوبس انستنتينيوس فيز مثلا وبدور على ساند كونتينيوتي معينه، فانا ببقى مدي الساند بتاعي لون معين وابقى عارف ان الكالر اليلو ده ريبريزنتنج الريزرفوار بتاعي او الساند، فببدا اعمل انتربتيشن على الكيوب ده. هل مثلا انا بدور على دي اتش اي او بولاريتي فليب، فانا محتاج اشوف مور تشينج في الكالر بتاع الويجل نفسه او التريس نفسه، فبستخدم الويجل ديسبلاي. لو بصينا هنا ده اكزامبل مثلا مدينا 8 سكاشن وبيقول لك لو سمحت شوف لي ايه احسن واحد تعمل عليه ستراكشر انتربريتيشن وتحت السورس بتاع الايمجز دي. فمن هنبص مع بعض 5 ثواني كده، لو انا عايز اعمل فولت انتربريتيشن هختار انهي سايزميك كولر. تمام. لو بصينا هنلاقي معظم الناس اختارت الكيوب نمبر دي زي ما اتكلمنا في السكشن اللي فات، ان احنا بنستخدم دايما الوايت اند بلاك عشان الاستراكشرال انتربريتيشن. وانا شايف لو انا بصيت ان السكشن الوحيد هو ده، وده اللي واضح فيه الكات هنا، واضح فيه كات واضحه قوي هنا في السكشن ده. ده مش صح ومش غلط، دايما كل واحد بيبقى على حسب النظره بتاعته. زي ما احنا شايفين في حوالي 50% شايفين الدي، وفي حوالي 20% شايفين النمبر اف زي ما هو مكتوب تحت هنا بالظبط. لما بنيجي نبص على الاستراتيجرافيك انتربتيشن از ويل، هنا قدامنا 8 سكاشن هم بيفلبوا ورا بعض وبيلفوا 1 تو 8. محتاج منكم تبصوا على انهي سكشن ندور فيه على استراتيجرافيك فيتشر. يعني استراتيجرافيك فيتشر يعني بنش اوت، يعني سيجمويدال ستراكشر، يعني شانل، يعني انجولار انكونفورمتي او انكونفورمتي بصفه عامه. بندور على امبليتيود شوت اوف، سوري، او امبليتيود تشينج معينه. فبالتالي بنبدا نركز على انهي ديسبلاي نبدا نختار فيه. في اكتر بصراحه في السكشن اللي احنا شايفينه قدامنا ده في اكتر من سكشن نقدر نبص عليهم. وعلشان نكون واضح نركز مع بعض، عايزكم تبصوا بين 0.5 سكند ل 1 سكند اللي هو من اول هنا لغايه الجزء اللي تحت ده. تمام، كلنا شايفين الشكل اللي بيوضح ده على حسب تغيير الكالر. تمام، سيكشن رقم 2 ده هو احسن سيكشن نعمل فيه استراتيجرافيك انتربريتيشن، سيكشن نمبر رقم 2. للأسف هو مش راضي يقف عند سيكشن 2، فممكن انتوا توقفوا السكرين بعد الفيديو ما يخلص نبص عليها. ده ديسبلاي التايم سلايس المعين. زي ما احنا اتفقنا من التايم سلايس بنبدأ نبص على التشينج في الفيتشرز بتاعت الامبليتيود، نبدأ نبص على الكونتينيوتي بتاعت الماركرز، نبدأ يبقى عندنا كلو على نوع الاستراكشر. هل دي استراكشر نوز مثلا؟ هل في عندي انتكلاين بس مش واضحة؟ هل مثلا في عندي هنا فور واي ديب كلوجر بس مقطوعه وفي فالق هنا موجود؟ بنبدا بقى نبص ان مور ديتيلز في الفيرتيكال سيكشنز والتايم سلايس. اول حاجه مهمه بنعملها عندنا حاجه اسمها فولت انتربريتيشن وهورايزون انتربريتيشن. الفولت زي ما احنا اتكلمنا من شويه عشان برضو ما اطولش عليكم، ان احنا بيكون عندنا كاركترز معينه بنبدا نبص عليها عشان نحدد اذا كان ده فعلا اكتوال فولت ولا لا. عندنا بنبص على
الكات عندنا كلير كات في الامبليتيود، انا شايف هنا في لوبه زرقاء وحمراء ماشيين جنب بعض، وفي هنا فجاه بقى لون ابيض، ففي هنا فيري ديسكريت ايدج او في كات معينه. لو انا بصيت على الفولت بلين نفسه هلاقي ان انا عندي سوري، او الفولت ستيك نفسه هلاقي في الدايركشن ده هلاقي فيه كايوتيك فيتشرز، وعندي الامبليتيود ما مش واضحه كويس. مثلا هبص هنا على الماركر ده، انا شايف هنا ان في فولد قريبه من الفالق، فدي ممكن تبقى فولد ريليتد فولد، فولت ريليتد فولد. ببص هنا على الماركر المعين ده، لو انا بصيت انا شايف هنا في ماركر معين هنا، الماركر اللي هو الاحمر والبلاك ده، لو انا بصيت حاولت اعمل له بيكنج او انتربتيشن، فانا شايف ان انا عندي نفس الماركر ده هنا، فممكن اقول دي كونتينيوس لاير. لكن لو احنا جينا نبص للاكشوال انتربتيشن، لا انا عندي اللوبه دي اللي احنا كنا بنعمل لها بيكنج، لا دي displaced مسافه كبيره، ودي اسمها سودو كونتينيوتي في السكشن ده. طبعا بنبص على الفالق، هل هو في ميجور فولت واحد، هل في اكتر من سيجمنت للفولت ده، هل في عندي ميجور فولت وفي عندي سينثيتيك فولت ليه او انتيسيتيك، على حسب الديب دايركشن بتاع الفالق ده. يبقى انا عندي فولت انتربريتيشن از ا كي. نبص على الكاركترستكس بتاعته، الهورايزون انتربريتيشن دي اسمها هورايزون او ماركر او لوب او البيك بتاعتنا، فدي هي الترمينولوجيز اللي احنا بنستخدمها في السايزميك انتربريتيشن. زي ما اتكلمنا من شويه واحنا بنتكلم على سايزميك كيوب، ان احنا عندنا حاجه اسمها الكوهيرنس كيوب او السيمبلنس كيوب. بمنتهى البساطه انا بستخدم او السوفت وير بيساعدني ان هو يبدا يحدد لي الفيتشرز دي في ال 3 دي دايركشن وفي الفيرتيكال سيكشن. فلو انا ببص على ال 3 دي كيوب وخدت منه تايم سلايس، دي بنسميها كوهيرنس سلايس، بتحدد لنا الديسكونتينيوتي في السكشن. كل البلاك ده بنسميه ديسكونتينيوتي في السكشن، وده بيكون مينلي due to fault، وده بيكون هو الفولت بوليجون بتاعي، او ممكن يكون due to البند لللاير نفسها. فهم مش كل الديسكونتينيوتي دي بتكون فوالق، لازم اراجع على السكشن بتاعي، لان كل البساطه السوفت وير بياخد ويندو معينه ويبدا يقارن الكوريليشن او يعمل كوريليشن بين السيجنال ريسبونس مع بعضها. لو انا عندي بيك وجنبها بيك، دي بتبقى 100% كوريليشن، فبيدي لي اللي هي الصفر، اللي ان هو ما فيش اي ديسكونتينيوتي. لو هو بيكا بقت تراف بيديني 100% مش كوريليشن، فبيديني ال1 ده، وبالتالي بيبدا اللون بيتحول من ابيض وبين ابيض وجراي زي ما احنا شايفين هنا. فالحته دي كلها دي كونتينيوس، مفيش فيها اي فوالق معينه، الحته دي كلها فيها فولت بلين وفيها ديسكونتينيوتي. ده في التايم سلايس. في الـ السكشن، لو انا عندي نورمال سايز مكلاين عادي اهو، فيرتيكال سكشن عادي، ببدا اعمل عليه ستراكشرال فيكتور، ده في السوفت وير حاجه اوبريشن، ويبدا يحدد لي الديسكونتينيوتي بصوره معينه. ممكن ان انا الفوالق في الدايركشن ده انا شايفها مش قادر اشوفها ان مور ديتيل في السكشن ده، لكن لما انا عملت الفيكتور ده بدا يحدد لي ان الفوالق دي اذا كونتينيوس، في عندي هنا ميجور فولت مكمل لتحت، وفي فوالق سينثيتيك عليه، وفي فالق تاني اهو في نفس الترند سينثيتيك عليه. يبقى ده الميجور فالق اهو اللي انا ما كنتش قادر احدده كويس، وفي فالق تاني اهو ديفرنت ديب وديفرنت دايركشنز، وفي فوالق في النص سينثيتيك وانتي ثيتيك. زي ما احنا شايفين ال 3 دي دي سوري التايم سلايس دي او الكوهيرنس او الكوهيرنس سلايس دي، زي ما احنا شايفين كده كل البلاك دي مدياني الفولت ترندز او الفولت بوليجونز بتاعتي، اللي انا لازم اعمل لها انتربريتيشن وبيكنج بناء على المسافه اللي بين الماركر نفسها، الفولت كات والديسبيسمنت. الثيكنس او الثيك بتاع الفولت بوليجون ده بنسميها الهيف، تمام؟ والهيف دي هي المسافه اللي بين اللي حصل فيها ديسبيسمنت للطبقه اللي ما بيكونش فيها طبقه اصلا. ولو بصينا هنا في السكشن ده، دي فيرتيكال سكشن سايزميك لاين، ودي هوريزونتال سلايس او سيمبلانس سلايس. لو انا شايف هنا، انا شايف انا عندي اللي احنا كنا بنقول عليه بلاك ووايت في السكشن اللي فات، احنا عاملينه هنا كلر بلو اند ريد. فالريد ده بيمثل لي فولت بوليجون فولت او فولت، والفولت ده بنحاول نشوفه او نعمل له تريسنج في السكشن ده، بيكون اوضح هنا لما نغير السلايس اب اند داون ونغير السكشن اب اند فورورد وباكورد. فانا وانا شايف الفولت ده كويس، فالفولت ده بيديني انديكيشن ان انا عندي قطعه في السكشن،
وانا عندي في التايم سلايس بيقول لك ان اللينث او الطول بتاع الفولت نفسه ده is a very big fault وماشي في الترند ده. فانا شايف ان انا عندي fault trending north east تقريبا north east south west ومكمل قاطع في الباكجز دي كلها. فاحنا بنستخدم الكوهيرنس سلايس دي ان احنا بنحدد بيها الفولت بوليجونز. عشان نعمل ماب طبعا زي ما احنا اتكلمنا احنا شايفين قدامنا السيزميك سيكشن ده وشايفين قدامنا مجرد ريفليكشنز. طبعا في حاجه ناقصه هنا اللي هو السكيل الكالر بار عشان نعرف هل اللون الاحمر ده بوزيتيف او نيجاتيف ريفليكشن وهل البلاك ده بوزيتيف ولا نيجاتيف ريفليكشن عشان خاطر نعرف البولاريتي بتاعه السيزميك لاين بتاعنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، لما باجي اعمل انتربريتيشن ببدا من منطقه بيكون فيها بير، البير ده هو اللي بيكون فيه الفورميشنز بتاعتي او الفورميشن توبس. يعني مثلا لو انا عايز اعمل مثلا بيكنج في الصحراء الغربيه لابو رواش اف، ابو رواش اف ده از سترونج ماركر، هل هو الماركر ده ولا الماركر ده؟ ببدا اعرفه منين؟ من الابار. بعمل كوريليشن ما بين الابار وما بين السايزميك داتا عن طريق حاجه اسمها سايزميك تويل تاي. سايزميك تويل تاي دي ان انا بربط الداتا اللي هي في التايم دومين اللي هي السايزميك بالداتا اللي هي ديبث دومين اللي هي الداتا اللي جايه من الابار عن طريق الفيلوسيتي. فاحنا بندور ايه هي اللوجز اللي تساعدنا ان احنا نجيب الفيلوسيتي؟ هي السونيك، السونيك داتا الدلتا تي المقلوب بتاعها بنسميه هو اسمها التباطؤ، والمقلوب بتاعها بنسميه التسارع. فاحنا بنجيب التسارع او الفيلوسيتي من السونيك كيوب ده اللي هو واحد على دلتا تي. الدينستي طبعا عارفين الدينستي بيجي من الدينستي لوج، فلو احنا عندنا حاجه اسمها الدينستي والفيلوسيتي بنجيب منها ايه؟ اه زي ما انتم بتقولوا كده الاكوستيك امبيدنس، الاكوستيك امبيدنس لوج. من الاكوستيك امبيدنس بنجيب الريفلكتيفيتي سيريس او الريفلكتيفيتي باكج بتاعتنا تمام، وبيبقى على حسب بوزيتيف او نيجاتيف على حسب الاكوستيك امبيدنس تشينج من الطبقه اللي فوق للطبقه اللي تحت. بنطلع من السايزميك لاين ده الماركر بتاع الكومبوزيت سايزميك تريس ده، ومن الاكوستيك امبيدنس والريفلكتيفيتي سيريز دي بنطلع السينثيتك سايزميك تريس. هدفنا ان احنا نخلي السينثيتك سايزميك تريس قريب جدا وماتشنج للسايزميك ده، وبناء عليه ببدا اعمل شيفتنج للسايزميك سينثيتك تريس ده فيرتيكال او اب او داون اب او داون لغايه لما نبدا نلاقي البيست ماتش بين الماركرز المعينه دي. يبقى انا ببص على السترونج ماركرز دي، اه هنا عندي فيري سترونج لوب، اه هي دي قصاد دي فيري سترونج نيجاتيف ريفليكشن هو ده. ببدا اتاكد ان في عندي اولموست 100% كوريليشن بين السينثيتك سايزموجرام وبين الاكشوال سايزميك داتا. ولما بنحرك السيكشن ده ابورد وداونورد بيبدا الماركرز دي نفسها تبدا تتحرك ابورد او داونورد يعني توب وداون على حسب الفيلوسيتي بتاعت السيكشن نفسه لغايه لما يحصل ماتشنج بين السينثيتك سايزميك تريس وبين السايزميك داتا، يبقى الفورميشن توبس دي في مكانها الصحيح ويبدا عندي الماركرز دي. يبقى انا متاكد ان الماركر ده اللي انا هعمل له بيكنج ده دلوقتي هو الماركر اللي انا عايز اعمل له بيكنج، سواء هو الريزرفوار بتاعي او السورس روك بتاعي او الكاب روك وهكذا. يبقى انا لازم اعمل السايزميك تويل تاي ده. هنا بنيجي نعمل انتربريتيشن. اتفقنا ان احنا بنبدا من دي اللي قدامنا دي اسمها بيز ماب، والدوتس الحمراء دي هي الابار الويل لوكيشنز. ببدا اعمل بيكنج لكل اللاينز اللي هي قريبه من الابار دي واعمل لهم ماتشنج ببعض او لوبينج ببعضهم عشان اتاكد ان انا في عندي فيري كونفيدنت انتربريتيشن. بعدين ببدا اكستند الانتربريتيشن بتاعتي از مور از اي كود لغايه لما يبقى عندي دنس جريد زي كده، وابدا اعمل فيها الفولت انتربريتيشن والهورايزون انتربريتيشن. انا بعمل ايه؟ كل اللي بمنتهى البساطة ان انا باجي عند كل نقطة من الانترسكشن بوينتس دي بجيب قيمة التايم، بجيب قيمة الكونتور المعينة زي ما هنشوف في السكشن ده. كل اللي انا بعمله ايه؟ ان انا اول حاجة بجيب البير بتاعي او السكشن اللي عندي البير بتاعي واعمل بيكنج للهورايزون زي ما احنا بنعمل كده تمام، بعمل بيك للفالق زي ما هو في السكشن كده، بعمل بيك للطبقة. ده أول حاجة بعمل بيكنج تمام. نمرة اتنين بجيب قيمة كل طبقة عند الانترسكشن بوينتس دي زي ما هي موجودة على البيز ماب، واكتب قيمة التايم ده
على اللوكيشن بتاعها على البيز ماب زي ما احنا شايفين كده. فانا بعمل بوستنج للتايمز، فبعمل التايمنج. نمرة ثلاثة، بعد بكرر الخطوة دي على كل السايزمك لاينز او كل السيكشنز اللي موجودة، وبالتالي بعمل بوستنج على البيز ماب. ورقم أربعة، بعمل كونتورنج للأرقام دي عشان تطلع لي في الآخر تو واي تايم كونتور ماب. الفولت زي ما احنا شايفين كده بيكون لو انا عندي الفالق كده والطبقة عاملة كده، الأبس روم بتاعتي عاملة كده والداونس روم بتاعتي عاملة كده، الحتة دي الجزء اللي هو الفيرتيكال ده اللي مفيش فيه طبقة ده، دي بنسميها الهيف. المسافة دي بنسميها الهيف، ودي الثرو أو الرمية اللي هي بين التوب، قيمة التوب هنا وقيمة البيز هنا، قيمة الأبس روم وقيمة الداونس روم، دي بنسميها الثرو أو الرمية. فأنا بعمل إيه؟ بعمل نفس ما بعمل قيمة ال، بحط قيمة التايم هنا، باجي أشوف هنا فين الأبس رون على السكشن هنا، هي دي بيكون الأبس رون وهنا الداونس رون مثلا. باخد اللوكيشن ده ببدأ أحطه هنا على البيز ماب دي، أدي واحد. ببص على السايزمك لاين التاني فلقيت فالق عامل كده وفالق عامل كده، تمام. بعمل انترسكشن هنا لقيت الفالق ده عامل كده والفالق ده عامل كده. فبص ان ده رامي في الاتجاه ده تو ذا ويست، ده رامي في الاتجاه ده، وده رامي تو ذا نورث. فبالتالي ممكن اقول ان السكشن ده او الفولت ده هو الفولت ده، وببدا اعمل الفولت بوليجون بتاعي واحدد اتجاه الرميه زي ما احنا عملنا كده. ده نورمال فولت رامي في الاتجاه ده. طب انا سي عندي فالق هنا كده، وفالق هنا كده، وفالق هنا. هل بمشي الاستراكشر كده ولا بعمل الفولت بوليجون هنا كده ولا بعمل الفولت بوليجون كده؟ والله في ال2 دي بيبقى الاوبشن ده بناء على الهيستوري بتاع المنطقه، الدايركشن بتاع التكتونكس، هل الفوالق ماشيه زي. لو انا شايف ان في كذا فولت ماشيين في الترند ده اللي هو نورث ايست ساوث ويست، مش هيبقى عندي اي supporting evidence يقول ان انا اعمل الفولت ده كده، ده هيبقى not acceptable لان انا ما عنديش عنده اي evidence للشكل ده. فانا اللوجيك ان انا هخلي الفالق يمشي في نفس الترند ده، تمام. ممكن في بعض الاحيان لو احنا عندنا فولت عامل كده وفولت عامل كده، وانا عندي فيه كذا بوليجون عامل كده، كذا فولت ترند عامل في الاتجاه ده، هل اقدر اوصل الفولت ده بالفولت ده واقول اصل انا عندي هنا في فولت دايركشن في الاتجاه ده وفي فولت دايركشن في الاتجاه ده؟ لو ما عندكش ايفيدنس للفالق هنا على السكشن ده يبقى ده فولت لوحده وده فولت لوحده. لو انا ما عنديش اي ايفيدنس ان في كات، ما ينفعش اقطع سايزمك لاين بفولت، او سوري سايزمك كده على البيز ماب بفولت، لو انا ما فيش عندي اي انديكيشن على السكشن ده ان في فولت في الحته دي، تمام. فبالتالي بيبدا في ده الفاينل اوتبوت بنسميها التو واي تايم ستراكشر ماب. وزي ما احنا اتكلمنا ان البلاك ده هو الفولت بوليجونز، وهو هنا ناقص مثلا يقول لك ان هو رامي في انهي اتجاه، تمام. زي ما احنا شايفين ان الكرل الاحمر ده بيدينا ستراكشر هاي، سوري بيدينا ستراكشر هاي، هو يعني الفلق ده رامي في الاتجاه ده، وده الاب ثرون، الحته دي اب ثرون ودي داون ثرون، ونفس الفكره دي اب ثرون لده وده داون ثرون. وبعمل الكونتورنج بتاعي، ببدا ادور على ستراكشر هاي، ودي بنسميها هي البروسبكت. البروسبكت ده اللي هو از دريلبل ستراكشر. لو انا بصيت هنا عندي هنا في فور واي ديب كلوجر انتكلاين، وجزء منها كبير متاثر بالفالق ده، فيبقى انا عندي ديفولت برضه ديبندنت كلوجر، لان الكونتاكت الاكبر او الاستراكشر سبيل بوينت هنا دي معتمده على الفالق، فدي بنسميها فولت ديبندنت ستراكشر، ودي محفوره وفيها كذا بير هنا موجود هنا، ودي جاز فيلد. فالبروسبكت ده بنسميه از دريلبل ستراكشر، ويكون فيه elements اوف البلاي، يكون عندي هل ده ريزرفوار والتراب والسيل والسورس ميكانيزم موجوده، وبالتالي very well controlled وليه بوست معين، possibility of success معينه، واتعمل له economics و evaluation عشان خاطر ناكد اذا كان البير ده هيتحفر ولا لا.
لكن احنا زي ما احنا عارفين احنا ما ينفعش نروح نقول للراجل الحفار او الدريلر لو سمحت احفر لي على عمق 5 سكند او 3 سكند او 500 ملي سكند، الحفار محتاج منك دبث، فانت لازم تحول التو واي تايم ماب اللي احنا شفناها دي لتحولها لدبث ماب. بمنتهى البساطة ان انا عندي الدبث كونفرجن هو ايه، دي الخطوة اللي احنا بنحول بيها التو واي تايم لدبث. ايه الريليشن اللي احنا بنستخدمها تربط بين المسافة والتايم؟ هي الزمن، ال velocity بتساوي ال distance على التايم. لو انا عندي ال speed من سواء من ابار او سواء من ال velocity model للراجل اللي هو ال seismic processor بيطلعه لي من اثناء ال processing of ال seismic data، بيديني seismic velocity cube، او بان هو بيكون عندي ابار معينة قريبة في المنطقة بتاعتي، ببدأ اخد قيم الابار سواء الافريج فيلوسيتي او الانترفال فيلوسيتي، ومن اللي بستخدم الافريج فيلوسيتي واعمل بها كونتورنج، ويبقى عندي كونتور ماب للافريج فيلوسيتي بضربها في الوان واي تايم ماب، لان انا ام نوت انترستد في التو واي. لو انا عندي السورس كده والريسيفر هنا، فانا سوري السيرفس هنا والريفليكتور هنا، اي ام نوت انترستد في المسافه دي، انا انترستد بس في المسافه دي اللي هي الوان واي تايم. فبالتالي ال 2 way time instruction map عندي بتاعتي بقسمها على 2 واضربهم في بعض، في الاخر بيطلع لي ال depth map. لو انا بصيت هنا ان انا عندي ال velocity model بتاعي او ال velocity map، ال trend بتاعها is gradually او normally increasing او decreasing على حسب الكرر هنا، فبالتالي ال depth map بت almost mimic شكل ال average velocity او ال structure trend، ما بيتغيرش. لو انا عندي velocity change او لو انا عندي thick layer او عندي salt layer في النص، ممكن شكل ال structure يتغير. فبالتالي بيبقى عندي ال depth structure map بتاعتي، بكون عارف ال well location بتاعي، بكون عارف ال prognosis بتاع ال formation tops بتاعتي، وهي دي اللي انا بديها للراجل ال drillers في ال well proposal بتاعي، عشان خاطر يبدأ يعرف هو انهي formation هيقابله في عند depth كام، وعشان كده بيكون العملية الحفر smooth نتيجة ال depth uncertainties وال depth prognosis اللي انا بديها له. ده ملخص بسيط عن ال عن البيزك سايزميك انتربريتيشن. هندردش شويه مع بعض على الاكسرسايزز. زي ما اتكلمنا في اثناء الشرح، لو بصينا على السايزميك لاين اللي قدامنا ده، اول حاجه نبص على السكيل، ده 2 واي تايم بالسكند، فيبقى ده 2 واي تايم سيكشن. لو انا بصيت عند الزيرو هلاقي في عندي ريفليكشنز، فيبقى ده غالبا ايه، اون شور، اي دونت هاف اني سترونج ماركر في التوب، او ما عنديش اي قرايات او ما عنديش اي انديكيشن ان انا في السي. ان لو انا عندي مثلا كده، لو انا كان عندي كده وفي تايم وفي ماركر هنا كده، ده كان هيبقى انديكيشن للاوف شور، هنا ده انديكيشن للاون شور. ببدا ابص ان انا عندي هنا كام باكج. انا لو بصيت هنا ادي ممكن نقسم السكشن دي باكج 2 3 4 5 باكج، فيبقى انا عندي 5 باكج في السكشن. لو بصيت في المور ديتيل هنا في الجزء ده، ممكن يبقى عندي باكج معينه بس دي صغيره جدا، بس هنعرف كمان شويه دي حاصل فيها ايه، وانا اركز على الحته دي برضه. انا شايف ان انا في عندي ديسكونتينيوتي هنا وديسكونتينيوتي هنا وديسكونتينيوتي هنا، وفي ديسكونتينيوتي كبيره في السكشن بتاعي، فانا عندي جروب اوف فولتس. محتاج احدد هل الفولتس دي از نورمال فولت، هل في اكستنشن، ولا عليها كومبريشن نتيجة ان انا عندي هنا على نتيجة ان انا عندي هنا فولد، فممكن يكون عندي كومبريشن حاصل في المنطقة، ولا عندي نورمال وكومبريشن حصل انفيرجن عليه. يبقى احنا نبدأ نبص على السيناريوز. واقسم السكشن لبري كاينماتكس، سين كاينماتكس، وبوست كاينماتكس، او سين تكتونكس، بوست تكتونكس، وبري تكتونكس. فيبقى احنا كده بنبص على الحاجات دي كلها. ده سيكشن انا كنت عامله في الماجستير بتاعي، تقسيمه التكتونيك اليمنتس في المنطقه، ونعد وده اذا انفيرجن تكتونيك ريجيم انديكيتد باي ان انا عندي بري اكستنشن تكتونكس، ان انا عندي نورمال فولز، وزي ما انت شايف الرميه واضحه خالص ان ده نورمال اكستنشن، لكن انا عندي حاصل فيه انفيرجن تكنيكس نتيجه ان انا في عندي فالق هنا. ولو بصيت في السكشن اللي احنا اتكلمنا عليه هنا ده، هنا الجزء ده في هنا ايروجن،
نتيجة إن الطبقة دي كانت مكملة كده مكملة كده، لكن حصل هنا انكونفورمتي والطبقة دي اتقطعت، فبالتالي عرفت إن أنا في عندي أبليفت حصل في المنطقة دي، وأبدأ أقسم السكشنز بتاعي لبري اكستنشن سكشنز، دي اترسبت دي كانت مترسبة أو موجودة أوفر البيزمنت. مثلا عندي سين اكستنشنال سيكونس اللي هو الجزء ده اللي حصل فيه النورمال فولز، بعدين حصل فيه انفيرجن في التكتونكس بدأ يكون لي الاستراكشرز اللي هي الانتي كلاينز دي، وهكذا البوست انفيرجن لغاية لما لقينا ان في البوست انفيرجن خالص التكتونيك هنا في الجزء ده كل الطبقات مترسبة سموثلي، في اجريديشن باترن، في